تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط، نظمت الهيئة الوطنية للنفط والغاز والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ندوة الإعلام البترولي كأحدى الأنشطة الموضوعة في خطة لجنة الإعلام البترولي بدول مجلس التعاون. قد لا نخرج عن المألوف في سياق حديثنا عن الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للبترول بالنسبة لدول الخليج العربية، إلا أنه قد تخفى على البعض ماهية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تتمخض عنها أهداف تم تجسيدها خلال ندوة الإعلام البترولي التي يتم عقدها كل عامين لتحط رحالها بين دول الخليج حتى يكون اللقاء بصورة منتظمة. الإعلام البترولي أصبح ذا أهمية بالغة، والنفط هي السلعة الرئيسية التي تعتمد عليها اقتصاديات دول مجلس التعاون. ترى اليوم التذبذبات والانخفاض الحاد الذي طرأ على الأسعار، وهي ظاهرة جديدة في حقبة ارتفاع الأسعار، فمن الضروري جدا معرفة هذه الأسباب وتطلع المستقبل، فللإعلام دور كبير في تثقيفنا نحن كمسؤولين، في تثقيف المواطنين والمتلقين للإعلام، في تثقيف الشركات العالمية. لذلك أصبح دور الإعلام المحلي والخليجي ذا أهمية بالغة، خصوصا أن الأسواق اليوم ليست بالوضوح اللي نتوقعه، فترى تصريح من هنا أو تصريح من هناك يؤدي إلى تذبذبات عالية في الأسعار. تعمل ندوة الإعلام البترولي على تعزيز الثقافة البترولية داخل دول المجلس وتوثيق التعاون بين أجهزة الإعلام البترولي التابعة لوزارات البترول والشركات الوطنية في دول المجلس مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وإبراز المكالة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة. ثقافة الإعلام البترولي، الإعلام البترولي يعني حسب ما نشوفه في الإعلام شوي يعني مو ماخذ دوره طبيعي، فكيف احنا نوصل ونرسخ ثقافة الإعلام البترولي مع أهمية البترول كمصدر دخل رئيسي لدول مجلس التعاون؟ فاحنا نبي نرتقي بهذا الإعلام ونبي نرسخ هذه الثقافة. هالندوة يعزز يعني العلاقات بين الدول ويعزز دور الإعلام البترولي بدول المجلس، وكذلك نشكر معالي وزير النفط على رعايته لهذه الندوة. ندوة الإعلام البترولي الأولى هي بذرة حقيقية وفاعلة ومهمة لتعزيز ثقافة الإعلام البترولي في دول مجلس التعاون من جهة، وأيضا لمحاولة خلق جيل من الإعلاميين المختصين في الثقافة البترولية وفي الإعلام البترولي لعكس الصورة الحقيقية لدول مجلس التعاون في الإعلام العربي والغربي. عدة مواضيع شملها برنامج الندوة، فكانت في أولوياتها مناقشة دور الإعلام في المحافظة على البيئة وتغير المناخ ورسم السياسات الدولية، فضلا عن استراتيجية الإعلام البترولي في مرحلة التحول نحو تنوع مصادر الدخل التي استعرضها نخبة من المتخصصين والأكاديميين من داخل مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.